أول شيء عيال باركوا لي أختي جابت بنت تربى بعز الدلالة إن شاء الله، وإن شاء الله تشوفها على وجه الخير إن شاء الله. إن شاء الله. سامعك هاتك كذا في شخبان شو تمام، جيت لكم يوم مقطع جديد. إيش مقطع اليوم؟ رياكشن على إيش؟ على تيك توك. شنو السالفة؟ ما أدري، بس المهم بندخل على تيك توك وبنشيك وبننطي رأينا. أوكي، فلا تنسوا لايك واشتراك وسوي ترجع على صندوق غصب، تابعوني على الكام، تابعوني على سناب بعد، وصلوا على النبي ولدكم. نبدأ المقطع. هذا ايه حط الديك بالغساله وخلاه يدور على رقم 5 عشان وده يضحكنا. لا اله الا الله، اقول تحطن الديك؟ ما وديك. وش اللي انت حطيه؟ دجاجه. هو ديك ولا دجاجه اللي حط؟ ما ادري، ما اعرف الديك من الدجاجه. اقول يعني حطيت الدجاجه بالغساله شغالتها. وقف عشان بعد شوي. وقف وقف، يعني لا تسولف. مو توقف دجاجة انها تبيض 5 6 7. من دخلت انا شافها، ما عمري شفتها تبيض. الله لا يلوم لا يمها. شنو فرع على كم فريتها؟ على 5. شغلها على 5. انا ودي الدجاجة تقول الدجاجة تقول عاد انا ودي ول او حسد الموت. انا صبر. اخش حرامك يا رجل. سجل على حاجة متبيض به. منو اللي قالك حطها؟ ايه انت تعاقبني تنط عليك. قلت قال انا حطها. يا والله ما حطيتها. قال حسان هو صج. يعني صج؟ الله يعطيك العافية. نقال علوم وما يعرف الديك من الدجاجة. يما انا طلبة جزمة الله يكرمك، والمندوب وصل، عايز تعطيني بس 200؟ ويا حسرتي، انا منين لي؟ ها منين لي فلوس؟ ما معي شيء. روح اطلبي بوتس. لا العظيم يجوني. طب انا لقيت في شنطتك فلوس، يعني يمكنك ما تدرين بس في فلوس. يا حليلكم تحسبوني خزنه. عايزه شي تقول؟ اذا ما كنت تدرين ترى لقيت فلوس. فلوس ما عندي شيء انا، هذه ما هي بفلوسي، هذه فلوس الحرمه. وجيب الشنطه اسلقها، ما عاد شوف تفتشينها مره ثانيه. جيبي. عيال انا ما اطيق اي بنت ترى تيك توك، بس هذه مرة تعجبني، مقاطع مرة تعجبني، وأحسن شيء إنها مغطية كامل، يعني بس عيونها تنشاف وسكتشاتها تعجبني. يا هلا بالكيك، يا صباح الخير يا على الساسج. على أبوك اللي جابك ساسج. ما توصل بس بسطرهم، يعني عاد يمين ترباي شو أسوي أنا بسطرهم. استغرى. واحد يقول طفن صدحك. بجي اسأل ضمن ذم يونس. شفت المقطع أكثر من مرة، شفت المقطع أكثر من مرة. يا هل شوف شوف هي وين مشيتها، شوف وين علفها هنا. انا ممكن تلقاني لازق بالجدار الثاني. اكره المرتفعات بشكل مو طبيعي. ربيع تعالي رجفة يا رجفة. امس البيت ذا كم دور؟ 7 دور. غمضي عينس. بسم انا ما بمشي غمضي عينس فوق زي هذي. مي ما نضربه تحت لي هدي بس. هيا يلا اتشدس. يو هذا اول ايام كنت صغير وتتروش وتغمض، تخيل كل شيء. مش كنت تدري ايش ان عيونك ما تقدر تفتح، عيونك ما تقدر تفتحها. ليش ما تدري؟ ما يصير يا عيال، ما هو من حقكم انكم تفتحون شيء ما يخصكم. شغله ما تخصك لا تشك. طاهر القلب. ما يصير يا اخي، ما لك اي حق. والله لو انك مدري مين، ما لك اي حق تفتح الشنطه. اي انا شفتها، اللي هي تصويره رسمه 3D
يرسمون طبخة على الصحن. تمين؟ هنا ها يا عيال هذا اللي جن أواده أراج واحد ها زين جلك على طول عرف عرف جوال جديد ما طق سكوش ها الكرتون ها ها ما طق سكوش 52 وعليها هدية ريموت مكيف وها عطى ريموت مكيف هذا ريموت مكيف كميوتر كميوتر جديد لسه جديد ما حنستعمله مكتوب عليها في المحل مكتوب عليها ايه مكتوب عليها محو يا خالة اوكي معناها غير اوكي في السعودية هذيك اسمها مكواه مكواه اخر شيء حرف الهاء تحطينه تاء مربط تصير معناها غير قولي كوايا ايش صار يعني الحمد لله على النعمة خليني اخشكم يا بعد قلبي لحد يشوفكم يما اسم الله عليكم الرحمن الرحيم لا اله الا الله انا احب الديو اوكي بس مو ذا الديو احب الديو ذاك ابو علبة خضر هذا مره بطل احبه مره ذا احنا ما يصير عندنا صراحه لانه احنا اماكننا مو زي كذا احنا مقسم البيت تقريبا تشتغل هنا تشتغل هنا تشتغل هنا انا ذول اللي اكرام في التيك توك اكرامهم مره بشكل مو طبيعي استغفر الله العظيم يا اخي نايف حمدان مره بطل القوت صراحه صورني عشوائيات حلوه نفس البنت بتيجي استغفر الله العظيم استغفر الله ما شاء الله خليني ساكت بس مهووس انت بحبي وانا ما بدي واحد نفسك ما بدي ترى طلع شيء لاختك او للناس اللي ساكنه معهم معي فلوس محامي اطيعها خايسة لانه انت بنيتك شيء وصار لك شيء ثاني فمخك مو مجمع ابدا فطيح على وجهك والله يا انها توجع بسبوسة عاشق بسه ويدلعها بسبوسة ما شاء الله عليك بسبوسة عاشق بسه ويدلعها ماسك علي شيء لانه صالح بشق اثمه صالح مهجده صراحه كامل جايب اللبن بسبوسه ايوه يا عيال من اطلق الجروبات اللي صارت في العالم الجروب ابو حصه اقسم بالله جروب بطل ما في تصنع ما في اذلال ما في اي شيء واخص جروب جروب نجل القاق كان يذل ام 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 اخويا سل علي سل لبن لبن زبد بدر اسمه ساعة عاشق بسك ويد لك مع نهاية كل ترم الفصول الثلاثة كان اقتراحي أنا إلغاء الإجازة المطولة هذه بدون شتيمة ترى كان من اقتراحاتي أن تكون عام 2015 وأنا أطالب بإلغاء إجازة الصيف اللي أحياناً تقترب إلى 4 شهور وتوزيعها على مدار تقسيمه اسمعون كل في السعودية أنك راح تروحي فيها من دعاوي من كل شيء بس بالنسبة لي أفضل نظام صار يلا غير شيء برتاح أنا من شغل أبوي شغل أبوي يذبحك خالص يلا مع 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 السلامة ما دريتي أميرة قبسة رافعة قضية خلع على ريلها بس لا تقطعينها الله يعافيك
وصد جوالا مسجلها بجوال الفطيرة الدمشقية. أنا قايل إنه يخوني على كبر. إي والله يا أخي سؤال في الحريم ما تزين اللي عند الباب ليش؟ ها؟ شكرا يا عشاء عشاء والله جاعل عشاء ها؟ فطور جاعل عشاء والله طلعك فيفتح الباب شكرا يا صفي عشاء عشاء هذا بداية الفصل. ممكن أنا الوحيد أني من صف خامس ما نقلت فصلي أبدا، كل اللي عارفهم نقلوا فصولهم إلا أنا ما نقلت ولا فصل. الذين ينتظرون سقوطنا أحب أقول لك بخشم الريال أرفع نفسي بنفسي. يا لعن من رفع الخيران. أنا قلت لأبويا وشرت عليه يديني يو 10 جنيه وكل حصص حزير عليه ويرش البرد عليه يما نعيمة. استغفر الله. ترى أفضل شيء إنك أنت وشخصك يعني أغرب شخص لك ما تعيشون نفس البيت. والله العظيم خل في بيناتكم مسافة ولاد مو دائما تزوره لأنه بتصير في بيناتكم مشاكل وبيزق الجو. خليكم بعيد كل فترة فترة تشوفون بعض مرة بطل حتى في سوالف جديدة. الجن يا عيال صدق صدق والله صدق مدري ليش تخاف. انا بالنسبه لي ما اخاف رجعت ابدا ابدا ما اخاف. انا متى اخاف؟ بالليل اخر الليل يعني الحين الساعه 2 انا قاعد اصور لكم. السلام عليكم هاو ار يو ماي نيم جوتي انا ايج 36 اي لاف يو. ايه لما نجيك مدرس جديد عرف بنفسك انا فلان ولد والنعم يكمل على الثاني. هذا كذا اذا بتعرف نفسك مدرس انجليزي. هلو ماي نيم سعد. احس اني استانست في الحلقه دي اكثر من الميمز والله العظيم. شعري خرب ان شاء الله بحلقه قريب. إلى هنا كسرت الحلقات. صلى لكم اشتركوا سبت في وجهة تحسن دغوص تابعوني عليه كام تابعوني اسناب بعد صلوا على النبي و سلام عليكم.